العالمين الرحمن الرحيم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سمع الله لمن حمده الله نشكو ربنا قحط أرضنا وجذب ثمارنا وأشجارنا وانحباس المطر عنا وما ذاك إلا بسبب ذنوبنا. صلاة الاستسقاء هي دعاء من الناس إلى الله سبحانه عز وجل أن يرزقهم المطر وأن ينزل عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن ينبغي قبل هذا أن نكثر من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه عز وجل، وأن نكثر من الأعمال الخيرية والأعمال الصالحة لعل الله سبحانه عز وجل يبدل حالنا إلى أحسن الأحوال. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن أمتنا إن شاء الله دعوة إخواننا، ونسأل من الله أن يخرجنا من ظلمات الوهم إلى نور الفهم إن شاء الله يا رب العالمين. أن من الله أن يرزقنا الغيث ولا يجعلنا من القانطين.